مني؟ هو في حد أفقر مني وأحوج للتمر ده مني أنا وعيالي على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يقصد المدينة النبوية المطهرة، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي بدت أنيابه الشريفة، ثم قال له: بأبي وأمي وروحي، خذه فتصدق به على أهلك أو فأطعمه أهلك. خذه فأطعمه أهلك عليه الصلاة والسلام. إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ خذه فأطعمه أهلك، يلا أطعمه أهلك. طيب، اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في حكم المرأة التي يكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان. القول الأول وهو الراجح والله تعالى أعلم، الراجح والله تعالى أعلم، أن عليها القضاء فقط دون الكفارة، أن عليها القضاء فقط دون الكفارة. إذا أجبرها وأكرهها الزوج على ذلك، ولم أقف على دليل صحيح يكرهها يلزمها، إن لم يكرهها زوجها يلزمها بالكفارة. فإن أكره الزوج زوجته على الجماع وأجبرها على ذلك فعليها القضاء، عليها أن تقضي يوم مكان هذا اليوم، ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة على هذا الأمر. ما ثانيا من مبطلات الصيام؟ إنزال المني عن قصد وعن عمد بشهوة، هذا يفسد الصوم، لكن لا أعلم دليلا على الكفارة، لا أعلم دليلا على الكفارة. يعني من أنزل الشهوة المنية بقصد وبعمد فسد صومه وبطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة، إذ لم تثبت الكفارة المغلظة إلا في الجماع فقط، إلا في الجماع فقط. أما من نزلت شهوته في نهار رمضان وهو صائم، احتلم ونزلت الشهوة في نهار رمضان وهو نائم، فلا شيء عليه إطلاقا، وليغتسل وليتم صيامه وصيامه صحيح. ويبقى سؤال مهم: ما حكم من جامع امرأته في ليلة من ليالي رمضان ثم نام ولم يغتسل حتى أذن الفجر وأوشك المؤذن أن يقيم الصلاة لصلاة الفجر وهو جنب وصائم، ما حكمه؟ الحكم أن يقوم وأن يغتسل وأن يسرع بذلك لإدراك الصلاة فحسب، وإلا فصيامه صحيح ولا شيء عليه على الإطلاق. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن جميعا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فمن أتى امرأته بالليل وأذن عليه الفجر وهو صائم وقد عقد النية على الصيام فلا شيء عليه ولا حرج على الإطلاق، عليه أن يسرع فقط بالاغتسال وأن يعجل ليدرك صلاة الفجر في بيت من بيوت الله، ولا شيء ولا حرج عليه. ثالثا من مبطلات الصيام: الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب عمدا، يعني يبقى الإنسان متعمد، إنما الناسي لا شيء عليه، عمدا. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن ثم فمن كان في الطائرة، فمن كان في الطائرة لا ينبغي له أبدا أن يفطر إلا إذا رأى الشمس في مكانه الذي هو فيه قد غربت. يعني كثير من أحبابنا قد يسأل عن البلد الذي يطير فوقه فيقول مثلا: هذه مصر أو هذه السعودية أو هذه المغرب، فيفطر أو بناء على ميقات هذا البلد الذي تمر عليه الطائرة في الوقت الذي قد يرى فيه الشمس لا زالت ظاهرة. لا لا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا يحل لك أن تفطر
إلا إذا رأيت الشمس قد غربت في المكان الذي أنت فيه، هذا إن كنت في طائرة أو في باخرة، كنت في السماء أو إن كنت في المياه. أما من أكل أو شرب وهو صائم في الفريضة أو في النفلة ناسيا فلا شيء عليه، وعليه أن يتم صومه وصيامه صحيح، وقد أطعمه الله عز وجل وسقاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من فضل الله جل وعلا. إنما افرض حضرتك زي ما ذكرت قاعد تأكل مثلا عنقود عنب، عنقود كامل، وأكلت العنقود كله، وبعدين فين قبل آخر حبة لقيتها في العنقود تذكرت أنك صائم، قلت ياه ده أنا صائم، ثم نظرت إلى الحبة فصعبت عليك، قلت معقول العنقود ده كله ما يفطرنيش وده اللي تفطرني؟ لا 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 بالمرة تعالي، ده اللي تفطرك حلو، أفطرت بهذه الحبة الأخيرة فقط، وإلا فكل العنقود ما أفطرت به. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رابعا من مبطلات الصيام القيء عمدا، القيء عمدا، أن تخرج ما في بطنك عن قصد وعن عمد، أن يدخل الإنسان أصبعه في فمه ليخرج ما في جوفه، هذا القيء عن عمد وعن قصد مفسد من مفسدات الصوم. أما من ذرعه القيء أي غلبه القيء من غير رغبة منه ولا اختيار فلا شيء عليه، وعليه أن يتم صيامه وصيامه صحيح، لما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود ورواه الحاكم في المستدرك وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عامدا فليقضي، من استقاء عامدا فليقضي، يعني من تعمد أن يخرج ما في بطنه فعليه أن يقضي هذا اليوم، من استقاء عامدا فليقضي، ومن ذرعه القيء أي غلبه القيء يعني بدون رغبة منه ولا اختيار، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. خامسا من مبطلات الصيام الحيض والنفاس للمرأة، فمتى رأت المرأة الحيض ولو كان قليلا أو دم النفاس، هذا معلوم، لكن إذا رأت المرأة دم الحيض في أي وقت من النهار رمضان ولو كان قبل غروب الشمس أو قبل الإفطار بدقائق معدودات فسد صومها ووجب عليها أن تقضي هذا اليوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهن بقضاء الصيام ولا يلزمهن بقضاء الصلاة، وهذا من رحمة الله جل علاه. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض والنفاس، كان يصيبنا ذلك فنؤمر، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي أشهر المفطرات تقريبا، هذه أشهر المفطرات بإيجاز شديد. طيب أريد أيضا أن أتكلم عن بعض رخص الصيام وآدابه لتتم الفائدة إن شاء الله تعالى. في رخص عديدة امتن الله بها على هذه الأمة الميمونة المباركة، وبينها لنا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم دفعا للحرج والمشقة. قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة.